عايزين نعمل تعديل للبرنامج دوت، بحيث بدلا من ان احنا نقدر نحدد الصنف بالمنظر ده، لا انا عايز اما اكتب كلمة يظهر لي هنا خانة تانية خالص ويعمل لي اختيار للصنف. اختيار للصنف طبعا خلينا نكون عارفين اللي احنا ان في تيبل اسمه تيبل 3، هو الخاص بالاصناف، الخاص بالاصناف. يبقى احنا هنا هنعمل على الجدول 3 ده استعلام زي سيرش كده اهي، نختار زي دي هنا اسم الصنف، هنا السعر، هنا الوحدة. خلينا اسم الصنف الوحدة، الوحدة السعر. هتجيبوا الستة تبقى ستة. عايزين نشيل بقى ايه الحتة اللي هي دي، الجزء ده اللي هو مش لازم ده. خش على اديتيون، اللي هو اديتيون بتساوي نو. اوكي بس كده هنعمل بس هنا زرار حلو قوي 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 اسمه اختيار الصنف. نفس الوقت اللي احنا مش عايزين حد ايه يعني ايه يعدل عليها اهي، يعني ايه دي بتساوي نو، وهنا بترجع الوان تاني بس ايه ما ينفعش حد يرجع عليها يعني يعدل عليها، اه ما ينفعش حتى يضغط عليها، هو ده بس المتاح لك. احنا بقى هنا تتعمل
بص هي كده ظهرت مرة واحدة ماشي، احنا عايزين مجرد ما احنا اول ما يفتح دي تختفي. اسمه صوب فورم، بس انا علمت عليه عشان اعرف اسمها ايه. ماهي تيبل تيزر، يبقى اون لود عند الفتح. اون لود واضح ان في كود قبل كده. ايوه سيب بقى من ده كله بعد الاند اف، ولا خليها قبل الاند اف اهو. مي دوت الافند ده دوت الكلمه دي بتساوي فور. اهو امتى بقى تظهر؟ قبل ما اخليها تظهر بس الاول لازم في حاجة مهمة اوي عايز اعملها، اللي هي الحتة دي مش يلا مش يلا الحتة دي لازم تطلع لحد فوق اوي، دي تنزل شوية. رجع كنترول زد دي بقى تنزلها لك تحت. طب شيل الشبكية اللي هي ب 60 نيلة دي، فين الشبكية؟ ها ها هات فين الشبكية، مش هي دي بيني؟ ريموف، لا يا عفو اخويا، اطلع 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 اطلع. دي نقطة. النقطة التانية اللي احنا نحاول بقدر الإمكان نخلي دي في الآخر كده. شوف كده يظهر امتى بقى؟ في حالة الكتابة على الخانة دي. اون ايه بقى؟ اون ايه نكتب اون ايه بقى؟ اون تشالنج اون ايه بقى؟ افطر لا قبل التحديث. مي دوت تيبل 6 دوت المرئية بتساوي ترو. مجرد ما اكتب ولا تعمل اتنيل. طيب هنعمل اسمها ماشي، فين ال بس كده يا اخي؟ مي ريكت كويري شوف كده. طب هي مكتوب ايه؟ نخليها في نص الكلام نشوف كده.
يا سيدي نخليها أول وآخر. خليها طرف الآخر. خليها مش لازم من قبل جد، خليها دي كده. طلعت اهي، ظهرت اهي. عايزين بقى مجرد نكتب اي كلمة. طبعا هنا في الحته ديت لازم تتعمل اللي هي مبقاش كبيره او كده، حاول تصغرها شويه. ممكن نصغرها من هنا، لسه في دي مسافة كبيرة قوي. احنا ممكن نعمل حركة حلوة. خلاص خلاص نوسع دي، طيب دي شوية نوسع نوسع دي كده. بس كده، ده أول مرحلة. تمام كده. دلوقتي بقى احنا عايزين ايه؟ مجرد ما نكتب كده تمام، يعمل ايه؟ عملية فلترة كده على اللي انا كاتبه. والفلترة دي مش هتيجي الا عن طريق الاستهلاك. يبقى احنا الأول حاجة اللي احنا التيبل اللي احنا اللي هو التيبل سيت ده لازم يكون كي من بتاع ايه، لازم يكون ما يكونش على التيبل على طول، لكن على الاستعلام. بس احنا ممكن نعملها له من هنا، نضيف نفس الخانات تاني ونقدر نعدل فيها مفيش مشاكل. يبقى احنا دلوقتي هنطبق قاعدة لايك. طبق قاعدة ايه؟ لايك. هنا بتقول قاعدة لايك ده كله ثابت، ودي ثابتة،
ما عدا الاتنين دولت، ده متغير وده متغير، اهي متغير وده متغير. انت كده كده هتحمل البرنامج وتعرف الكود بتاعه تستخدمه ازاي. ف المطلوب اللي احنا العنوان دوت نوصل للخانة ديت من خلال تيبو 6 اللي هي في الأصناف الاختيارية، أصناف الاختيارية. طبعا هنا اسم الصنف هنعرف اسمه من هنا من خلال تكست 22، تكست 22 علشان ما نطوش كتير احنا نشوف اي حاجة من هنا ونعرف العنوان بالظبط. نخش اللي في النص دي، تكست 22 ده لا ده طيب نخليها من هنا. فورم 1 تكست 22 بس هو ده العنوان، كل هتاخده كده اهو وهتضيف من هنا بدلا من ده بس وخلص الحكاية. هتضيف بقى الكلام ده كده اهو لايك. فين بقى هيضاف؟ فين؟ عند تيبل، تيبل 6 اللي احنا عملناها دي. بنيجي هنا اهوت عند الكلام دوت، متأكد تاني معلش، هو اسم الصنف هو اللي هيتعمل عليه بحث اللي هو فيلد 1، فيلد 1، فيلد 1 هو اللي هيضاف عليه الكلام. وطبعا عند ال عند ال هنعمل تكست بوكس تانية وهنطبق قاعدة ديم. هنطبق قاعدة ديم، هنطبق قاعدة ديم دلوقتي، هنشيل بقى الكلام ده ونضيف قاعدة ديم. ديم اكس واكس بتساوي ان دوت تكست وان اتنين بتساوي اكس وخلاص شكرا للحكاية. ده هنطبقها ازاي الكلام دوت؟ اكس بتساوي ان واحد، لا احنا مش هنعمل ان واحد، وهي هتبقى تكست اللي هو اللي هيتكتب في الكتابة اللي هو تكست 22. بتساوي تكست 22 دوت تكست ماشي. اللي هتحط فيها الكتابة اللي هيظهر فيها الكتابة التكست بوكس دوت وليكن اسمه تكست 83، يبقى 83 اهو هي بتساوي اكس بس وخلاص. الكلام ده هيتحط فين بقى؟ عند عند ايه ساعة الحالة على طول في الكتابة اللي هو اون دي، بس هتبقى في أول حاجة خالص خالص بس نشيل بس اند صب دي عشان دي كده متكررة. زي ما انتوا شايفين اهي ظهر ده تمام. بعد كده بقى هنلقط نلقط اللي اسمها ايه ديت، هناخد اللي هو نعمل فلتره للاصناف ديت بدلا من هنا هناخدها من هنا. احنا قلنا ده بتساوي تكسر 86 اوكي. هنيجي هنا عند تيبل 6 بدل 22 يبقى كام؟
83 بس، هو ده الايه اللي هنعمله. خلاص يا رايق، خلاص يا ريس. ورد، ورد اهو زي ما انتم شايفين، كتبت ورد احمر ظهر يعني ايه فلتر اهو. لو كتبت كلمة احمر، طب مثلا لون، لو كتبت كلمة لون جاب لي لون اهو. لو كتبت مثلا انا عايز حاجة متكررة، نعمل تكوين اصناف جديد. طب دي بتظهر ليه كده؟ علشان المفروض اللي هنا المفروض ماشي ماشي، انا هريحها دلوقتي. هو ايه يعني بس ايه، نظهر نخفي الكلام ده. نو هو تكوين الأصناف مثلا حزمة خضراء، حزمة ورد، ياسمين أخضر، حزمة ب20 جنيه، وإغلاق. هنا مجرد ما يمكن من أخضر، أخضر جاب لي الاتنين، جاب لي الاتنين. طب أنا بقى في في الوضع ده لو عملت تكوين هيحصل مشكلة، عملت فواتير هيحصل ما حصلش مشكلة. بس أنا عايز بقى إيه، مجرد ما أكتب إيه يفرغ لي، يفرغ لي كل ما هو الموجود هنا، يفرغ لي الكلام ده خالص عشان ما يعملش إيه زي ما أنتوا شايفين كده. لما يكون في كتابة إيه المفروض يحصل مشكلة، لازم يبقى إيه في تفريغ الأول. بس هي مش هنخليها دلوقتي القصة دي، لما نخلص إيه يعني مثلا نعمل هنا ورد. مجرد ما نعمل اختيار الصنف جاب لي هنا العدد وجاب لي هنا السعر الوحدة. لما نختار مثلا اللون الأخضر ده، مجرد ما نعمل اختيار الصنف، عايزين بقى مجرد ما نعمل اختيار الصنف يظهر لي حزمة ورد ياسمين أخضر هنا، والحزمة هنا في الوحدة، والعشرين هنا. هتعمل ازاي؟ اول حاجة برضو انتوا عارفين، يبقى احنا المطلوب مننا لازم نعرف العناوين كالتالية، اللي هو تكست 22 والوحدة. وسعر الوحدة. لازم نعرف عناوينهم. قلنا أول حاجة 22، تكست 22 3. بعد كده ناخد كده كنترول 1 2، وبعد كده تبقى 47، وهتبقى 4 3، شيل بقى الفين دول. يعني ايه الكلام ده؟ هتعرف حالا. احنا كده مجرد نعمل الاختيار. طبعا هنا فيلد 1، اسمك فيلد 1 يا ابني. تمام، فيلد 1 هاته بالمرة، هاته يبقى فيلد 1 الناحية دي، والتاني اللي هو الوحدة فيلد 3، والتالت فيلد 2.
خلاص كده. هنا عند الاختيار، نقف عند الاختيار و لا امشي، ده مش ده مش ده. عند الضغط عليه كود. كام ده بتساوي؟ تانيين يساوي يساوي. تعال نشوف، تعال نشوف. كله يجري كله يجري. بص يا سيدي، اخضر اي حاجة فيها خضرة. اختيار الحزمة دخل لي ايه ده في كل حاجة اهي. هنا ورد طرف اللي هو كل حاجة الخاصة بالوحدة. المشكلة بقى اللي بتظهر، اللي هي الرسالة الغلسة اللي بتظهر دي، ايه يعني قصتها؟ عايزين نشوف نعمل لها حل، الغائها، يا اما تشوف لها حل. طبعا هنا المفروض المفترض طالما في كتابة، يعني مثلا اهو اختار اهو، طب في كتابة مينفعش الايه، عشان في كتابة اتكتبت. طب هنفرغها، يا حاجة من اتنين يعني نفرغها، هنشوف الرسائل اللي هي اللي بتمنع الكلام ده اتشال ولا لا. هنشوف هنجرب في بتاع كده ديت الكود ده ونجربه، اللي هو بيلغي الرسائل الغلسة. هنشوف كده طف البداية خالص، هنشوف كده نجرب عشان نخسر حاجة يعني. البرنامج راح فين؟ البرنامج راح فين؟ اخضر. بص هو كده ايه، ما كملتش بيت الكلمة. جت برضو تاني، ما نفعتش معاها الحوار ده. هنحاول بقى ايه نعمل ايه حاجة تانية، اللي هو التفريغ، اللي هو بتساوي نل. نل تعال نشوفها كده ايه يساوي عملية تفريغ. وهي محاولة تانية اللي هو اجعل المربع فارغ. اجعل المربع فارغ، فين المربع الفارغ الرخم؟ هو ده. يبقى الكود ده العنوان ده بيتساوي نل، وهنشوف ات مالكش لازم بقى خلاص امشي غرف داهية. بص اهو الكلمة ما كلمتش اهو، ما فلخش برضو، ما فلخش ليه يا ابني؟ كده ما عملهاش برضو. run visual basic well. مفرغش ليه يا حبيبي؟ طب ثانية نشوف نتأكد الأول. تكست 22. طيب طيب عندي فكرة تانية. طب عايز افهم بس الاول، نختبر تفريغ الداتا. شوف كده كده اختبر بس الاول كده، شوف ده النوع اللي طالع ولا لا. ما بيفرغش ده، بيجرب بعد ما يظهر الرسالة الرخمة دي. نلاقي ايه بقى؟ بس على فكرة ممكن يفرغ التاني، يفرغ أي حاجة غير ده، عشان ده زي سهم كده. يعني مثلا
طب ده تكست كام؟ سبعة وأربعين. بص هيفرق لي ده لكن مش هيفرق ده، حاجة غريبة. هات يا عم بص هيفرق لي غير أي غير أي حاجة فرغالي، بس مش عايز يفرغ لي ده ليه بقى اللي بعد الرسالة ليه متعرفش، عشان بدل ده سهم سهم نظام نظام سهم، بس ده مانع بدل اللي هو المفروض يتفرغ يعني. نعمل محاولات يعني، نحاول نعمل محاولات إن احنا نحاول نشيل الرسالة دي. طيب هات 22، محاولة تانية اسمها كود ده بيلغي برضو المفروض هو يلغي. برضه عندي مشكلة، تيبل المشكلة في ديت ان تيبل بتساوي تيبل 3. كده هنشيل الاثنين في الجدول ونشوف. ممكن نشوف الجدول نشوف التاني فيها ايه. شالها شالها أصفر أصفر. نشتغل بقى عمان عمان كليك خلاص كده المفروض يعني.
بص يا سيدي، انا كده ايه، ما كملتش بيت الكلمه، اخد ده كده اهو خلاص. إيه وهكذا. واو وردة أحمر. شيل بقى ده ديليت. كده خلاص انتهينا بقى، عملنا تطوير. طب احنا مجرد ما نعمل الحوار ده، التكويد شغال والفواتير شغالة خلاص، شغالة أسفل الفيديو وبعد الفيديو الكلام ده. ده البرنامج ده عايز تشوفه أو عايز تستفاد بيه، هو برنامج كويس يعني، هو حلو هيعجبك يعني، هو بتاع بيه يعني. مثلا هقولك بيعمل ايه. ده الفاتورة رقم 6، اسم العميل حسام، خد ايه من المحل، خد الحاجات دي. اختيار 4، ادخال، وخد الحاجات دي. ادخال. عايزين بقى نعمل اغلاق للقصة دي. اقول حاجات اهي، تتبع وكل حاجة. عايزين نعمل اغلاق للجزئية دي. منين بقى؟ من هنا. إغلاق مساعد الأصناف. تبانة بنت لذينة، عشان امشيها لازم ارش، لما ارش انا بقى اموت انا بقى، هي تعيش خنقة. ده مجرد ما نضغط عليه، هو المساعد بيقول ايه هنا؟ تيبل 6. هنيجي على ديت، أهم حاجة نعرف ده اسمه ايه. تيبل 6، ماشي. تيبل 6 نيجي على ديت عند الدرلوك، بوت مي دوت تيبل 6 دوت، المرق بتاعها بتساوي خلاص. ورد هو الاختيار، وبنغلق من هنا. بس احنا طبعا عايزين نظهر الجزئية دي تحت شوية. اختار برضه، اختار 10.
أفعال وعلاق مساعد أصناف، وبعد كده هنا إيه طباعة وخلاص مش أي حاجة. طبعا هنا بنعمل إعدادات رأس الفاتورة، تكتب اللي أنت عايزه، شركة زهور، شركة ورد السعادة مثلا كده، علاق بتظهر هنا في الطباعة أهي ورد السعادة. بس شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.